يقال إن الحرب العالمية الأولى اشتعلت باغتيال ولي العهد النمساوي، والثانية باجتياح هتلر لبولندا، أما الثالثة المتوقعة وفق تهكم ناشطين، فما جاء على لسان أبو المربعات بنصيحة بشار أسد لوزير الدفاع الروسي. والله قال له الرئيس بوتين بيسلم عليك كتير السلام واشتاق لك، بس ما حسن يوصل لعندك. لا ما هيك القضية، قال له 1 2 3، قال له اتكلوا على الله روحوا. وبعيداً عن مهازل نظام أسد وإعلامه، تأتي الأخبار من أوكرانيا باستهداف قوات الغزو الروسية لمحطة زابورجيا للطاقة النووية واشتعال النيران بأبنية مجاورة للمفاعلات. ولأن الخطر الإشعاعي وانفجار المفاعل في حال حدوثه يفوق كارثة تشيرنوبيل بعشرة أضعاف، سبق ذلك وضع فلاديمير بوتين للأسلحة النووية الروسية في حالة تأهب قصوى قبيل غزوه لأوكرانيا، مع التقاطه صوراً إلى جانب أزرار مخصصة لإطلاق صواريخ نووية. ومن روسيا إلى كيم جونغ زعيم كوريا الشمالية الذي طالب مسؤوليه بالاستعداد للتعبئة العامة والحرب النووية على خلفية تطورات أوكرانيا. السؤال المكرر اليوم، هل يدفع العالم ثمن استهتاره بفوضى وعبث هؤلاء المرضى؟ نعم، ذاك الاستهتار بدماء مليوني سوري وتدمير أعرق المدن والحواضر بحجة غياب المصلحة وانعدام تهديد الأمن القومي لأوروبا وأمريكا وغيرها، فترك الشعب السوري منذ 11 عاماً يذبح على يد بشار أسد وبوتين وخامنئي، أو بوصف أدق على يد مجانين عقلياً ونفسياً استخدموا كافة الأسلحة والذخائر بما فيها الكيماوي. وبذات الحجج، أي بعد المسافة وانعدام التهديد القومي، ترك الشعب الكوري الشمالي للاستعباد الحقيقي، بل ومعزولاً في شبه جزيرة يحكمها المريض العقلي كيم جونغ. وفي أخطر نماذج الاستهتار العالمي، ترك صبي المخابرات والعقد النفسية فلاديمير بوتين ليكون رئيس دولة نووية، ثم تركه ليرتكب مع بشار في سوريا أبشع مجازر الإبادة والتهجير الطائفي. ولأن الحديث عن حقائق يحصد العالم ثمن اللامسؤولية والاستهتار باستفحال حالة بوتين وانتقالها الحتمي إلى أوروبا وأوكرانيا. المشكلة أن ما كان مشاهد لدعم القتلة المجانين وتأديب الشعوب المطالبة بحريتها وكرامتها وحقوقها باتت تعرض للأسف إلى جوار المدن الأوكرانية المدمرة على يد ذات القتلة. القتلة الذين كانت تقول الفرضية الإنسانية الحضارية بغياب خطرهم على الأمن القومي الأوروبي الأمريكي. والآن يحصد العالم بمجمله جريمة ترك مختلين عقليا لحكم دول والضغط على أزرار نووية. Somebody in Russia has to step up to the plate. وبعد تصريحات لينسي جراهام عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي المتأخرة للتخلص من بوتين ودعوة الضباط الروس لإزاحته بأي طريقة، هل أدركت أمريكا وأوروبا أن خطر مجانين ومختلين كبشار وبوتين وكيم وخامنئي تجاوز أمنهم القومي إلى أمن البشرية بعمومها؟